إذن مشاهدي الكرام سنكون بالموضوع الرئيسي اللي راح يكون معنا اليوم وكل الأيام القادمة لأهميته ولحساسيته، ونحن نعتبره يعني بالمناسبة هاي ضروري المشاهد الأردني يعرفها بالذات، إنه هذا الموضوع موضوع ضم أراضي الغور والضفة هو ليس موضوع فلسطيني، هو موضوع أردني فلسطيني أو فلسطيني أردني. يعني عادة هذا الموضوع مثلا الأحرار وإخواننا مثلا في تونس، في المغرب، في موريتانيا، في حتى في مصر، حتى في مصر وفي الخليج، إذا بده يأخذ هذا الموضوع بيأخذه بإطار القضية الفلسطينية. يعني أي وسيلة إعلام اللي بدها تحكي عن هذا الموضوع بتأخذه في إطار القضايا اللي مهتمة فيها القضية من ضمن القضية الفلسطينية كقضية عربية مهتمة فيها، لكن إحنا ما بنأخذها كقضية عربية مهتمين فيها، هي قضية أردنية بالذات. هذا الموضوع يعني بالذات قرار الضم هذا عليه تأثير على الأردن. هسا مصر شريكة مع فلسطين حدوديا وكل شيء، ولكن هذا الموضوع الخطر فيه أكبر على الأردن. ليه؟ لأنه زي ما حكيت في المقدمة هذا الخرابيش الجاج اللي راح يسموها دولة مش راح تكون دولة، وبالتالي راح يصير فيه تهجير تدريجي وللشعب الفلسطيني. الجغرافيا الحالة راح تاخدهم وين؟ على الأردن. هسا في ناس ممكن يسهلوا لهم الهجرة لكندا وأستراليا، أنا بحكي عن الخطة ما راح أحكي أنه هذا اللي راح يصير، بس الخطة إذا مشيت علينا فهذا اللي راح يصير، وبالتالي راح يكون في تهديد وجودي على الأردن كدولة وكنظام وكهوية وكل شيء، وبالتالي نحن نهتم في هذا الموضوع كموضوع محلي أردني. هذه نقطة من باب التوضيح. طيب الآن في ظل الكورونا يعني قوانين الدفاع والتجمع وكذا، يعني كان في صعوبة في لغاية الآن إجراء أي مسيرة أو حراك شعبي أردني لإيصال رسالة رافضة في هذا الموضوع، ولكن ابتدأت الحركة الإسلامية سلسلة فعالياتها بفعالية يعني انسجمت مع الكورونا في مشروع الباص السريع في شارع الجامعة، اللي هي هذا المكان اللي ما في سيارات ما بيأثر لا على أزمة ولا على غيره. قررت الحركة الإسلامية والقوى الشعبية أن تقوم بسلسلة بشرية تراعي التباعد الاجتماعي، تراعي الكمامات، القفازات، كل هذه التفاصيل في يعني أولى الفعاليات بإشارة رمزية إنه إحنا بدأنا العمل وبدأنا الحركة في الشارع الأردني. رح نترككم خلال الدقائق القادمة مع مقتطفات من هذه الفعالية، كلمات أيضا لأبرز المشاركين في هذه الفعالية، فضيلة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبد الحميد ذنبات، والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، وسعادة النائب سعود أبو محفوظ، ولقطات نترككم لمتابعتها خلال هذه الدقائق. هذه وقفة شعبية بدعوة من الحركة الإسلامية، نامل أن تكون بداية لتحرك شعبي أردني واسع للوقوف في وجه هذه المؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية، وبنفس الوقت إسناد للموقف الرسمي الأردني الذي نأمل أن يتطور إلى فعل حقيقي في إعادة النظر في التعامل مع هذا العدو، واعتبار أن التناقض الأردني هو مع هذا العدو الصهيوني، وهذا يتطلب إعادة النظر في سياستنا الإعلامية وعلاقاتنا الدبلوماسية واتفاقياتنا الثنائية، بحيث نشكل حقيقة بالإضافة للشعب الفلسطيني جبهة عريضة صامدة في وجه هذا التغيير، لأن الموقف الأردني والموقف الفلسطيني إذا كان موحدا وإذا كان صلبا لا يمكن تجاوزه، وسيعمل بإذن الله على إفشال هذه المؤامرة التي تحاك بالدرجة الأولى ضد الشعب الفلسطيني وضد القضية الفلسطينية، ثم ضد الأردن كيانا وهوية ووجودا. تطور الموقف الأردني اللي على أرض الواقع يعني بأي اتجاه؟ باتجاه التعامل مع العدو الصهيوني على أنه عدو محتل، هذا يتطلب إعادة النظر في الاتفاقيات، إعادة النظر في التطبيع مع العدو، إلغاء اتفاقية وادي عربة، اتفاقية الغاز، ثم تمتين الجبهة الداخلية الأردنية لتكون صلبة في وجه هذا الأمر يصعب اختراقها، ثم التعاون الحقيقي مع إخواننا غربي النهر لتشكيل غرفة عمليات إنجاز التعبير للوقوف في وجه هذه المؤامرة التي تستهدف فلسطين والأردن جنبا إلى جنب. إذن الرسالة
الرسالة المباشرة من الحركة الإسلامية للحكومة الأردنية؟ ما هي للحكام الأردنية إلى تفعيل العمل الجاد ضد هذا العدو الصهيوني، بداية كما قلنا من الجبهة الداخلية وإلغاء الاتفاقيات مع هذا العدو، سواء كانت الدبلوماسية أو التطبيعية أو الدبلوماسية، والوقوف حقيقة في وجه هذه المؤامرة من خلال تفعيل كل أدوات التعامل مع هذا العدو وتغيير التحالفات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية للبحث عن شركاء يساعدوننا في توجيه رسالتنا واضحة لهذا العدو الصهيوني. هذه أول فعالية على أرض الواقع وهي للحركة الإسلامية. نعم. هل هناك فعاليات أخرى تنوي؟ نعم، نحن كما قلت في بداية حديثي نأمل أن تكون هذه بداية فعاليات شعبية أردنية في جميع المحافظات لتوجيه رسالة واضحة للعدو الصهيوني ومن خلفه من داعمي، وخاصة النظام الأمريكي المتغطرس المتجبر وبعض الداعمين العرب، أن الشعب الأردني لن يفرط في حقوقه، لن يفرط في أرضه، لن يفرط في إخوانه، لن يفرط في مقدساته بإذن الله. الأصل أن يعبر مجلس النواب عن ضمير الشعب الأردني، والشعب الأردني وجدانه موحد في هذه القضية. نتنياهو يريد حزيران آخر ونكبة النكبات لتكون في الأغوار التي تمثل سلة غذاء الأردن وفلسطين، و60% من محاصيل الضفة منها، 170 مليون متر مكعب مياه، يريد أن يسكن فيها مليون إسرائيلي جديد، لتنطلق إسرائيل الكبرى في 1/7 عبر إقرارها في الكنيست 1/7/2020، وهذا يشكل تهديدا سافرا ومباشرا للمملكة الأردنية الهاشمية في كينونتها وذاتها، حاضرها ومستقبلها، وهذا فيه قفزة لالتهام الضفة الغربية وتوسيع القدس لتكون 20% القدس الكبرى، ولشرعنة المستوطنات، ولنقل الخط الأخضر من مغاريب الضفة الغربية إلى حافة نهر الأردن، ولاغتيال حل الدولتين وحل الدولة، لا بل بالعكس تحويل الضفة الغربية إلى يعني مخيم. إن الطرق التي خطط لها نتنياهو الآن مساحتها 1050 كيلومتر، فماذا تبقى من الضفة الغربية إذا علمنا أنهم يريدون أن يضموا المثلث؟ هذه أبرز خطوة في صفقة القرن، هذا إعلان حرب مباشرة على الأردن. إن الأمة طاقة جبارة، والأردن طليعتها، والواقفون هنا ضميره، ومجلس النواب ما اعتاد أن يعاند مطلقا إجماع الشعب الأردني. هذا الكيان الغاصب اليوم مطالب الحكومة بوضع استراتيجية جديدة قائمة على تعريف هذه العلاقة من جديد، ومن هنا لابد من وقف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وإلغاء وادي عربة واتفاقية الغاز حتى يعني توقف هذه العلاقات الآثمة، لأن هذا العدو لا يعرف إلا العدوان، ولا يعرف للحقوق مكان، ولا يعرف للسلام مكان. هذا العدو لا يعرف إلا المواجهة والمواجهة والمواجهة والمقاومة، فلا سبيل لإخراجه إلا بالمقاومة والجهاد. أعتقد أن الحكومة اليوم إن كانت صادقة وجادة فيما تقول عن عدوان وصدام مع هذا العدو بسبب هذا الضم، عليها أن تحول وتترجم هذه القرارات إلى وقائع على الأرض، من خلال وقف وادي عربة، من خلال وقف العلاقات الدبلوماسية، من وقف العلاقات الاقتصادية، من إلغاء اتفاقية الغاز وهي اتفاقية عار الحقيقة علينا، ولذلك نطالب بإلغائها ووقفها. الحكومة بيدها أوراق كثيرة للضغط على هذا الكيان، وقف العلاقات الأمنية، فتح الحدود مع هذا الكيان. الحقيقة الأردن هو أكثر جهة تملك أوراق قوة للضغط على هذا الكيان لوقف عدوانه واغتصابه لأراضينا. هناك كمية ضغط كبيرة دبلوماسية يقودها الجانب الأردني في هذا الموضوع دوليا، وشكلت يعني موقف دولي واضح في الاتحاد الأوروبي حتى في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأن أضعف جدا موقف دعم ترامب لنتنياهو في هذا المشروع، مشروع الضم. فالموقف الأردني يتحرك بقوة داخليا وخارجيا، مما شكل هذا اللوب، يعني هذا اللوب الضاغط على الحكومة الإسرائيلية والأمريكية في العالم، التي بدأنا نسمع أنه يتراجعون قليلا عن هذا الموضوع.
إذن مشاهدينا الكرام تابعنا هذه الفعالية الأولى باكورة الفعاليات الشعبية الأردنية الرافضة لقرار الاحتلال بضم غور الأردن وأراضي الضفة الغربية. وأيضا الآن سنطلعكم على آراء مجموعة من يعني رأيين لشخصيتين، أحدهم الأستاذ مالك عبيدات وصحفي أردني، وأيضا الأستاذ منير المهندس منير رشيد وهو مسؤول الملف الفلسطيني في حزب جبهة العمل الإسلامي، يتحدث يعني رأي صحفي ورأي حزبي عن المطلوب من الأردن الرسمي لمواجهة قرار الضم. نترككم أيضا للاستماع لهاتين الشخصيتين الأستاذ مالك عبيدات والمهندس منير رشيد. الاحتلال لا يؤمن بالسلام ويعتبر الاتفاقيات معه للحصول على شرعية وجوده فقط. هذا الكيان لا يقيم وزنا أو اعتبار لأي دولة عربية. المطلوب أردنيا تقوية الجبهة الداخلية والاتجاه نحو بناء قوة وطنية لمواجهة أخطار ضم الضفة والأغواء، تقوية وتمتين العلاقة مع الجانب الفلسطيني والانفتاح على كل القوى الفلسطينية، وصولا لتشكيل هيئة عليا مشتركة لمواجهة هذه المخططات رسميا وشعبيا، إعادة النظر بالعلاقات والمعاهدات والاتصالات بما في ذلك معاهدات السلام وصفقات الغاز وعمليات التطبيع الفردي والموجهة وأي علاقات وسحب السفراء، استصدار قرارات أممية تدين هذه الإجراءات، دعوة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومجموعة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ مواقف صريحة واضحة والدعوة إلى سحب الاعتراف بالكيان، وأخيرا دعوة الجامعة العربية إلى سرعة اتخاذ إجراءات قابلة للتطبيق وليس مجرد إدانات، والوقوف إلى جانب الموقف الأردني والفلسطيني الرافض والمقاوم لهذه المخططات. أعتقد أن الدولة الأردنية مطالبة بخطوات هامة وحاسمة في هذا الملف. إعلان الضم يعني تهديد الدولة الأردنية وكيان الدولة الأردنية. أولا يجب أن يكون هناك ثلاث خطوات متتالية لإشعار الكيان الصهيوني بجدية هذا التحرك. أن يكون هناك استدعاء للسفراء وطرد السفير الصهيوني من عمان. ثانيا أن يكون هناك مراجعة لاتفاقية الغاز المرفوضة شعبيا. وثالثا إذا كان هناك استمرار في هذا النهج من قبل الكيان الصهيوني علينا أن نطرح معاهدة السلام المشؤومة على الطاولة. القرار هو عبارة عن تهديد كامل للدولة الأردنية وللأمن الوطني الأردني، ويجب أن يكون هناك تنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية ليكون هناك أيضا رد حاسم من قبل السلطة الفلسطينية لكون هذا القرار يعتبر إنهاء للدولة الفلسطينية وإلغاء لمعاهدة أوسلو التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية. على الجميع أن يعي أن هذا الكيان الغاصب لا يمكن أن يقبل إلا باحتلال كافة الأراضي العربية. لا يمكن أن يكون هناك سلام مع هذا الكيان. نحن الآن أمام مشروع توسعي كبير، سيكون هناك عمليات تهجير قصري للفلسطينيين، عمليات ضم أراضي متتالي، وثالثا أن يكون هناك اعتداء على المسجد الأقصى. على الجميع أن يعي أن هذه الخطوات هي خطوات تاريخية يجب أن تقوم بها الدولة الأردنية، وإشعار الكيان الصهيوني أن هناك جدية في الرد. غير ذلك لا يمكن أن يكون هناك قبول لأي خطوة أخرى أو الاستمرار في سياسة التصريحات المتبادلة بين الطرفين. إذن مشاهدي الكرام هذه كانت وجهات نظر أيضا وخيارات وآراء لشخصيات أردنية، سيد منير رشيد وسيد مالك عبيدات. الآن بدي أروح للشارع، عملنا استطلاع للرأي عينة عشوائية
الآن بتعرفوا في فتور في المزاج الشعبي في الأردن، في فلسطين، في كل مكان، إزاء القضية الفلسطينية وإزاء كل التطورات. بنحكي عن مسائل خطيرة، ولكن يعني ما بنحس إنه في اهتمام كبير على مستوى الشارع وعلى مستوى إنه والله راح يكون في حراك مزلزل. لكن أنا اليوم يعني تعمدت إن يكون السؤال إذا كان هنالك رعاية رسمية لحراك شعبي، يعني حراك شعبي برعاية رسمية، يعني الحكومة تدعوك أنت كمواطن للمشاركة في فعاليات شعبية لترفض قرار الضم ولتدعم القرار الرسمي الأردني المعلن برفض القرار، ولتوجه رسالة للكيان وتوجه رسالة للعالم أن الشعب الأردني رافض لهذا القرار. ولكن الدعوة ليست عن طريق جهة مدنية، سواء حزب أو نقابة أو تجمع أو غيره، وإنما من قبل جهة رسمية. هل ستكون مشارك في ذلك ولماذا؟ خلينا نشوف كيف كانت إجابات الناس في الشارع. من أوائل المشاركين في هذه الفعالية، وهذا واجب وطني ولدفاع عن حقوق الوطن، وهي من حقوق الوطن التي نتمسك فيها، ولا يمكن لأي فرد من الكيان الصهيوني نسمح له بأن يعتدي على ذرة من تراب الأردن. أوافق في أنه الرفض بعدم ضم الأراضي الأردنية لليهود. يعني أي قرار تاخذه النقابة في اعتصام أو في احتجاج على أي قرار ضد شعبنا وضد إخواننا بفلسطين، وإحنا طبعا نشارك فيه ونكون معه. طبعا بنشارك، لأنه هاي قضية عربية لازم نكون عليها من سابق التاريخ. كل أبائنا وأجدادنا شاركوا بهذا الإشي، أنه لازم نوقف مع القدس. طبعا أكيد أنا راح نشارك فيه، لأنه إحنا نعتبر حالنا من الجيل اللي عاشر وعاش النكبات، ولذلك إحنا في جرح عميق في قلبنا، وعمليا إنها تنضم الضفة الغربية والقدس للكيان الصهيوني، هذا لا يقبله لا مسلم ولا عربي. أكيد راح أكون أنا أول مشاركين، لأنه هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلة وبالبتة، وموقف مجلس النقابة المحامين ومجلس النقباء قد صرح به أطوفة النقيب المحامين مازن رشادات. إحنا مع بقاء الحال المحلي، ونرفض أن يكون هناك ضم لهذه الغاية، أن يكون هناك أي تطاول على الأراضي الأردنية. إحنا مع أي قرار بخصوص أي تظاهرة أو أي تجمع لرفض هذا عملية الضم، لأنه عملية الضم هاي بتهدد عملية السلام، بتهدر حقوق شعبنا الفلسطيني بأراضيه وحقه بإنشاء دولته. وإحنا بالنسبة لنا كمهنيين وكنقابيين مع دولتنا ومع قيادتنا بخصوص رفض الضم، ونحن ضد أي غطرسة وأي استيلاء بصير على أراضينا الفلسطينية. طبعا بشارك في الفعالية، لأنه هذا بمس أمن الأردن وبمس أمن فلسطين، وإحنا كنا مع الفلسطينيين ومع القضية الفلسطينية، وهذا شرف لنا طبعا.